استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير فخامة الرئيس رودريجو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارة فخامته لمملكة البحرين. لدى وصول فخامة الرئيس الفلبيني إلى قصر الصخير جرت لفخامته مراسم استقبال رسمية وعزف السلمان الوطني الفلبيني والملكي البحريني. سلام جمهورية الفلبين وسلام الملك البحريني. سلام. قف. شرف جلسة تفتيش سي. بعد ذلك تفقد جلالة الملك المفدى وضيف البلاد الكريم حرس الشرف الذي اصطفى لتحيتهما. ثم صافح الرئيس الفلبيني كبار المسؤولين من الجانب البحريني، كما صافح جلالة الملك المفدى أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامته.
بعدها عقد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيريتي. رحب خلالها جلالة الملك المفدى بزيارة الضيف الكريم والوفد المرافق له لمملكة البحرين، والتي سوف تفتتح مجالات أرحب للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، مشيدا جلالته بحرص فخامة الرئيس رودريغو دوتيريتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها لما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين. وبعد ذلك توجه صاحب الجلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس الفلبيني إلى المجلس العام، حيث عقد جلالة الملك المفدى مباحثات رسمية مع الرئيس الفلبيني بحضور الجانبان، مؤكدا جلالته الحرص على تنمية هذه العلاقات الوطيدة الوثيقة التي تربط البلدين وما تشهده من تطور وتقدم على كافة المستويات. كما تم بحضور حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس الفلبيني، تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين التالية: أولاً، مذكرة تفاهم حول إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين، حيث قام بالتوقيع عليها من الجانب البحريني معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، بينما وقعها عن الجانب الفلبيني سعادة السيد إنريك مونالو القائم بأعمال وزير الشؤون الخارجية. ثانياً، مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي بوزارة خارجية مملكة البحرين ومعهد الخدمات الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، والتي وقعها عن الجانب البحريني معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، فيما وقعها عن الجانب الفلبيني سعادة السيد إنريك مونالو القائم بأعمال وزير الشؤون الخارجية. ثالثاً، بروتوكول تعديل بعض مواد اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين، حيث وقعه عن الجانب البحريني معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وعن الجانب الفلبيني سعادة السيد إنريك مونالو القائم بأعمال وزير الشؤون الخارجية. رابعاً، مشروع بروتوكول اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين، والذي وقعه عن الجانب البحريني سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، فيما وقعه عن الجانب الفلبيني سعادة السيد آرثر توغادي وزير المواصلات. وقد بارك جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس الفلبيني هذه الاتفاقيات التي ستثري العلاقات الوثيقة القائمة بين البلدين لكل ما فيه خير وصالح شعبيهما الصديقين. كما تم خلال جلسة المباحثات استعراض علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للتطور المستمر في العلاقات البحرينية الفلبينية، وأكد أهمية مواصلة العمل لتوسيع نطاق التعاون المشترك بما يفتح آفاق جديدة لمزيد من الازدهار والتطور والنمو في علاقات البلدين وفي مختلف المجالات. وأكد جلالة الملك المفدى أن زيارة الرئيس الفلبيني للبلاد ستشكل انطلاقة مهمة نحو تعزيز هذه العلاقات وفتح آفاق أرحب من التعاون، خاصة على الأصعدة التجارية والاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا جلالته في هذا المجال على الدور الذي ستلعبه اللجنة العليا المشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين والقطاع الخاص في تطوير التعاون الثنائي من خلال إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، منوها بما توفره مملكة البحرين من بيئة استثمارية مناسبة وقوانين مرنة وفرص متعددة ساهمت في جذب كبريات الشركات والمصارف والمؤسسات العالمية والتي تتخذ من البحرين مقرا لعمليات. معربا جلالته في الوقت ذاته عن تقديره للإسهامات المتواصلة للجالية الفلبينية في مسيرة التنمية والتطور في مملكة البحرين وما تتمتع به من كفاءة ومهارة عالية في مختلف التخصصات، وأنها موضوع المحبة والترحيب من جميع أهل البحرين الذين يكنون لهم كل التقدير. كما أشاد العاهل المفدى بدور جمهورية الفلبين في محيطها الآسيوي وما حققته من إنجازات خاصة على الصعيد الاقتصادي والتنموي. كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. بدوره أعرب الرئيس الفلبيني رودريغو توتريتي عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على حفاوة الاستقبال وعلى دور جلالته وجهوده في تطوير العلاقات البحرينية الفلبينية وازدهارها، وعلى ما يلقاه أفراد الجالية الفلبينية من ترحيب ورعاية واهتمام، مؤكدا سعي بلاده وتطلعها لتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع مملكة البحرين، مشيدا بمظاهر النهضة والتطور التي تشهدها البحرين وبسياسة الانفتاح التي تنتهجها منذ عقود والتي أسهمت في تقدم المملكة ورقي شعبها. بعد ذلك أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مأدبة عشاء تكريما لفخامة الرئيس الفلبيني والوفد المرافق. Thank you.
وكان سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مقدمة مستقبلي فخامة رئيس جمهورية الفلبين والوفد المرافق لدى وصوله إلى البلاد الليلة الماضية، كما كان في الاستقبال سعادة سفير جمهورية الفلبين لدى المملكة ومحافظ محافظة المحرق. وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.